من رحم أمه المتوفاة نجح أطباء في مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة بإنقاذ جنين فلسطيني بعد مقتل والدته بضربة إسرائيلية استهدفت منزلها وهي حامل في شهرها التاسع. بين الشهداء امرأة حامل، هذه الامرأة كانت هي الوحيدة التي نجت قبل حوالي 4 أشهر من استهداف منزلها، وهي كانت هذه الامرأة الحامل الوحيدة التي نجت من العائلة. اليوم تم استهدافها وهي حامل في الشهر التاسع، واستشهدت أيضا من جراء جيش استهدافها من جيش الاحتلال، وكان الجنين في بطنها. تم إجراء عملية فورية في داخل الاستقبال، قسم الاستقبال في مستشفى العودة، بعد أن استشهدت هذه الأم، وتم إنقاذ حياة هذا الطفل. والآن هذا الطفل موجود في قسم الحضانة، وبدأت حياته يتيم للأم.